والخبر اللي معايا خاص بوزارة التموين. قال الدكتور علي مصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تم طرح كراتين رمضان بالمجمعات الاستهلاكية بقيمة حالية 52 جنيه 95 جنيه 123 جنيه للكرتونة. وذكر الوزير أن المجمعات الاستهلاكية يوجد بها أكثر من 1100 صنف بتخفيضات تصل إلى 30%، وأكد أن الوزارة زادت من ضخ السلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية. مع الهاتف الآن المهندس عادل عبد العزيز العضو المنتدب التجاري للشركة العامة لتجارة الجملة بوزارة التموين لنعرف منه أكثر تفاصيل الخبر. مساء الخير يا باشمهندس. مساء الخير يا فندم، كل سنة وحضرتك طيبين وشعب مصر كله بخير وصحة وسعادة إن شاء الله يا فندم بإذن الله. طيب يعني أخذ من حضرتك تفاصيل الخبر يا فندم. والله نقدر نختصر يعني الاستعدادات لوزارة التموين والشركة القابضة لاستقبال شهر رمضان كانت اعتبارا من شهر رجب تقريبا، وكان أهم ما فيها اللي هو توفير كميات وأرصدة كبيرة من السلع الأساسية والاستراتيجية زي الرز والزيت والمكرونة والدقيق والصلصة وخلافه، كذلك اللحوم والدواجن والقميش رمضان بقى أنواع مختلفة، وده كان بيتم طرحه بأسعار يعني تقل عن أسعار السوق من 25 ل 30% تقريبا، واخد يعني وكذا ان يتم الطرح هذه من خلال 1300 منفذ او مجمعات التابعه للشركه القابضه. يعني انا اعرف انت من الان بيتم افتتاح الحقيقه يعني مجموعه استهلاكيه جديده في شبرا الخيمه. والله بالفعل وانت حضرتك موجوده معانا دلوقتي فعلا معالي وزير مشرفنا في شبرا الخيمه، وبيتم افتتاح المعرض بتاع شبرا الخيمه ده احد الشوادر حوالي 200 شادر على مستوى الجمهوريه، وال 200 شادر دول تم البدء فيها معتبره من 15/3 وان شاء الله لحد 15/4 ويمكن حتى نهايه شهر رمضان باذن الله. هل يا فندم الفروق الماديه ما بين كل كرتونه وكرتونه هو فقط اعداد البضائع داخل الكرتونه ولا جوده المنتج؟ لا والله كل دي ثلاث انواع من الكراتين. عندنا شنطه ست اصناف حوالي 52 جنيه لسعرها، وثمان اصناف سعرها 95 جنيه، و10 اصناف 123 جنيه، وكلها بجوده تامه جدا وجوده عاليه جدا. يعني انا عايز اتكلم على المتابعه والمراقبه يا فندم، وخاصه بعد استغلال البعض لغلاء الاسعار نتيجه للازمه اللي حاصله ما بين روسيا واوكرانيا، ولكن الحقيقه لازم اتوقف امام دور الحكومه القوي في طرح زي ما حضرتك قلت عدد كبير من البضائع في المجمعات الاستهلاكيه في الشوادر اللي بتتم ده كله الحقيقه عشان يحد من عمليه استغلال التاجر. في الحقيقه والله بيتم المتابعه اليوميه بالنسبه لمراقبه الاسعار، وده بيبقى دور الشركات سواء شركات السلع تبع شركه القابضه او من خلال قطاع الرقابه والتوزيع بوزاره التموين، وده الحمد لله بكل واحد بيقوم بدوره، والحمد لله احنا دايما بنضخ كميات كبيره من السلع، وبالتالي بيعمل على توازن الاسعار في السوق وتخفيض الاسعار السلع ان شاء الله. باشمهندس الشوادر دي هتفضل مستمره معانا خلال الشهر الكريم كله وبعد، ولا هي مجرد الفتره ما قبل رمضان الكريم؟ زي ما قلت لمعاليك ان هو هتبتدي الشوادر دي اعتبار من 15/3، واحتمال ان شاء الله تكون لاخر رمضان حسب تعليمات معالي الوزير في هذا الشان ان شاء الله. ان شاء الله. المهندس عادل عبد العزيز العضو المنتدب التجاري للشركة العامة لتجارة الجملة في وزارة التموين، أنا بشكر حضرتك يا فندم ألف شكر.